اسمع يا جمال، عايزينك تنزل لنا تحت، عايزين نتكلم معاك كده في موضوع. انتوا مين وانزل لكم فين؟ انا وابراهيم ورمضان وكل الناس اللي انت رصدت عليهم واقفين لك تحت. ايه الحكايه؟ فيها دفران انت بتتكلم كده ليه؟ اكدت نفسك اننا واقفين تحت؟ انزل. طب ثانيه واحده، الو عتواب، يا عتواب عتواب. الو ايوه جمال بيك. ايوه عتواب، بقول لك ايه، باب العماره عندك مقفول؟ اه مقفول يا جمال بيك. طب والباب اللي ورا؟ طب اقفل كل البيبان اللي عندك، في ناس تحت عايزه تطلع تموتنا انا والعيال، ما تطلعش حد، فهمني؟ امسك يا امسك البنت يا جمال. ايوه ده فراوي، اديني ابراهيم، اديني ابراهيم بس. ايوه ابراهيم انت واقف معاهم تحت، انا فاهم ان احنا اخواتي يا اخي، انا عمري ما قصرت معاك، ده انا مكسبك ملايين. وقف جنبي بقى. اسمع يا عم جيمي، انا قلت لك قبل كده ما تكبرش، احنا اتنين مركب واحد. ما سمعتش الكلام دلوقتي بقى، حد فينا رقبته لازم تطير، واحنا بقى مش هنشيل وزرك، شيلها انت اللي شايلها لك. ودلوقتي بقى يا تنزل انت يا احنا هنطلع لك. اسمع احسن لك يا جمال، انزل انزل يا جمال يا عبد الرحمن، انزل 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 انزل. يلا نلم الفلوس والذهب ونحطهم في شنطة عشان نخبيهم. نخبيهم فين؟ عندي دولاب سري في المكتب. يلا دولاب سري؟ يعني انت كنت عارف، كنت عارف ان كل ده كان هيحصل؟ اخلصي خالص، ما انت السبب. انزل 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 انزل. مش وقتك خالص يا بابا، يلا عشان نلحق نلم الفلوس. يا اخي ما ترد انت كمان. حبيبي حبيبي هتبقي كويسه ان شاء الله، هتبقي كويسه خديجه، معلش خمسه خمسه مش ايوه يا بابا. عايز ايه؟ انا في مصيبه. انا اللي في مصيبه يا ابني، الحقني يا ابني، ام اخويا عايز مني، مش قادر تاخد نفسي، ما اعرفش اتعصب بكيفي، وانا مش قادر اعمل لها حاجه، الحقني يا ابني. الو الو بابا. في ايه يا جمال؟ امي تعبانه قوي مش عارف اعمل ايه. اوعى تنزل يا جميل، اوعى تنزل. يا رب يا رب يا رب.